بعلبك مدينة إله بعل، مدينة الشمس، بس لإلي مدينة السفيحة. تردي بعلبك وهلا رجعت لها، رجعت على وحده من احلى مدن العالم، محل ما في اكبر حجر بالعالم، من اكبر المعابد الرومانيه، شعب بياخذ العقل واكل بيتطورخ. بعلبك على طريقتنا رح نفرجيكم اياها اليوم. أكبر حجر بالعالم 19 متر بستة، اسمه حجر الحبلة، هو اللي من أساسه بهيدا المقلع جمعوا الحجار كمان قلعة بعلبك. شيء عظيم. حسين صار لي سنة ناطر، بس ما فيك تعرف قديش بشرفني كون عندك ببعلبك. حبيبي يا انطوني، ونحن ما بتعرف قد ايه كنا ناطرينك، يعني هديك السنة مش بس أنا، كل أهل بعلبك عم بيقولوا لي إنه مش كافي يجي مشوار واحد، لأنه هن حبوك كمان. وبعد ما شفت شيء من بعلبك هلا حنعمل برمي تانية على محلات مختلفة. نهار الجمعة أغلبية المحلات مسكرة، بس ما بيمنع إنه نفرجيهم بعلبك، تراث بعلبك والأكل الطيب بعلبك. ومنبلش سوا. جاهز ومحمد سامي. بعلبك القلعة، بعلبك كتير اشياء، بس بعلبك السفيحة وبس. رقيق وبيقرش بياخد عقل. زعتر على التنور غير حيلا زعتر فيكم تتخيلوه، لانه بتنضرب على الحجره وما بتنشيل مثل بالفرن، بتعبي هواء بتصير تقرش اكثر. تنور اختصاص بعلبك، مالوش الجبنه بتنمغى تطول كما تتلزق مع سمسم على الوجه، بتاكل اثنين بس ما عم يقدر وقت. انا باقي هون. يا بعلبك شمس اللي فيكي معبدا، كانت بعلبك اجمل منطقة بلبنان كلها، بشغلي باهلي بالمحبة بالوفاء بكل شيء. الشباب اللي شايفهم كلها فرانة بعلبك القدماء. اي سنة اتخذت الصورة؟ هيدي من 53. صار له 63 سنة مش بالغلط. هيدي اللبنة، كشك بقوارمة، زعتر، اليوم شو عم نعمل؟ شو عم نطبخ؟ نحن عم نطبخ سفسوف. سفسوف هي طبخة بعلبكية تقليدية من يعني أنا أكلتها من 20 سنة من أمي. أوكي؟ شو مكوناتها؟ هو بصل
بصل اول شيء بنحط البصل المفروم بصل. هلا بدك تحط قوادمه، هي اهم شيء القوادمه بالسبسوب بتعطيك نكهه كثير طيبه، بس انه اذا بدك بتحط بدك تحط زيت مش مشكله. أوكي. بس هي القوادمه اللي بتعطيها بصل قوارمه برغل، واهم شيء انك تسلق ملفوف لحتى تاكلها بالملفوف المسلوق. أه. اوكي هاي. لكن اسمها سفسوف. سفسوف او مرقتي بحينا معقول بالدمعات ما تتشردقي وجودك سموخي وخاطري بعدك دليل هالعمر مستحيل. لكن مثل الخبز العربي من القطن هيك برغل وملفوف وقوارمة رحيز. يا رولا يا ريت فيني ضلني كل نهار عندك، بس لازم كفي البرمة. وين رايحين هلا؟ هلا رايحين ناكل كفتة نية بالملحمة. بالملحمة وعلى خشبة اللحم. يلا قوم. يلا. مرسي. صحة وهنا. صحة. احنا عنا كفتة نية، بصلة زعتر زعتر جديد علي، الحار، نعم. نعنع، هيدي البقدونس، بقدونس. طبعا بناخذ لقمة الكفتة بنقطع معها شقفتلية غنم، جبناها جينا على الدف الخشب، جبنا اللي فرمناهم بالماجيناكس اللي هن الزعتر والبصل والبقدونس، ملح، هي تحويجة خاصة للكفتة أكيد. أها هيدي شوية يلا حار. هيدا صيخ اللحمة اللي هو من أصالة بعلبك. كم سنة صار لعندك؟ هذا له شيء 25 سنة تقريبا، 30 سنة تقريبا. كفتة نية البعلبكية طيبة. الله كيف اللقمة؟ روعة روعة روعة. يا بعلبك مرحب. عندنا المسهل بدكم تعملوا لنا هون عجينه صغيره لحمه بقلبها وبتنطوى على اربع ميلات، بعدين الصينيه بتحطوا عليها زيت او شيء او لا؟ لا حسب الطين بده صبون. شو اسم الملحمة؟ ملحمة المالط، نايف حسين المالط، يعني ملحمة الاسم العائلي المالط. قد ايش صار لكم هون؟ 35 سنة. خبرني كل العالم بتحكي عن هالملحمة، بتيجي بتاكل بتيجي بتعمل اللحمة هون وبنروح دغري على الفرن تنعمل صفيحة طازة. هذا لحم المشوي واللحمة اللي بياخذوها على البيت، يعني أنت بدك تعمل على البيت توفو بدك لحمة المشوي مشوي هام ومطعمي هام. الناس ببيروت بتعرف الأمباريس وبيقولوا ما تطلع على بعلبك إذا ما شفت الأمباريس أو دقته. هالأمباريس اللي هي الفخارة، أم خالد خبرينا عنها شوي. هاي بتحط لها الحليبات وبتحط لها ملح، يمسطوا الحليب والماس المنفاق والخير من تحت، بتبزلها من هون من هون هيك بتنزل الماس، بصير ينقط الماس اللي هو اللون أبيض بيكون. ايه الماس وبيضل فيه الخير من قلبه وبيضل الأمباريس. الحليب بيضل بهالفخارة قديش وقت؟ يعني من 3 اشهر لأربعة اشهر. من 3 اشهر لأربعة اشهر. طب الاخر يطلع لنا شوية لبنة اللي هي اسمها لبنة الأمباريس. خير الله منا.
طلال مرحبا. يا هلا، اهلا وسهلا فيك ببعلبك. خبرنا عن حلو جوهري. حلو الجوهري نحن اشتهرنا بالنمورة أكثر شيء بالحلو العربي، بس هي الأفضلية للنمورة اللي كانت عنا ببعلبك اللي انشهرنا فيها، بلشنا من 1960 نحن. هلأ فهمنا هذه مشهورة. صحيح. نمورة بالقشطة بس ببعلبك. سيدي مجد الخالق، سبعة عشر مين كنت فيها؟ زياد وقتها. وهي الشتة يوجد ومشتغل عصف مع بعض. هاي جان دكتور. جاك دكتور. هاي جنر الدقور، بس أنا ما أتفهمت على جنر الدقور، بس بعرف أنه جنر الدقور. أتسر لك وانت؟ دو 55. أنا ما غشيتني، قلت لي من أطيب سندويشات بعلبك مظبوط. بس جرين، عن جد بس جرين. يلزم يجي على بعلبك، شو لازم يعمل؟ في يحكيك بيهتم فيه مثل ما اهتمت فيه؟ طبعا اكيد، نحن كذا شاب من بعلبك عملنا جمعيه اسمها سيف سايد. طبعا حاعطيك هلا الويب سايت، اي حدا عم يحضر الحلقه بده يجي على بعلبك نحن مستعدين نبرمه، فرجيه كيف ما برمنا معك حنبرم معهم ويحسوا حالهم من هني انطوني كمان وينبسطوا ببعلبك. ما حد واحد ما بيصدق الا ما يجي ويكتشف ويتعرف على الشعب اللي بحب هالقد الحياه الكريم كثير، ويلي ما بده الا يضل مبسوط. اهلا وسهلا فيكم، وبعلبك مفتوحه لكل اللبنانيين. سفيحتي يا سفيحتي، مين عنده أطيب أكل بالبقاع؟ كرمالك يا بعلبك رجعت كرمال السفيحة، كرمال اللحم النية، كرمال الأكل الكتير طيب. بس مش بس هيك، رجعت على بعلبك لأنه شعبه طيب كريم، لأنه أثاراتها من أهم أثارات بالعالم. بعلبك مدينة يلي ما بيزورها على القليل مرة بحياته مروح عليه كتير.
هيدي زيارتنا على بعلبك، عملناها ورح نرجع نعيدها اكيد. بعلبك تتطورخ.